محمد مات ماشي حسن احمد كله مات احمد مات انت حاجه يا مجاهد ما تسيبليش حاجه يعني ما تسيبليش حاجه الله وبركاته. محترمين اليوتيوب مذبحة محافظة الاسكندرية، الحادثة او الواقع اللي شغلت المجتمع المصري وجميع الاوطان العربية. معانا عدد كبير جدا من الاخبار اللي انتشرت على السوشيال ميديا، هنحاول ان احنا نقول لحضراتكم مدى صحتها ومدى كذبها، لكن فضلا وليس امرا ياريت تساعدونا بالاشتراك واللايك علشان نحتفل بحفلة الاربعين الف مشترك اللي خلاص بقت على الابواب، وما تحرمناش ان انت تكون اخ فاضل او اخت فاضلة معانا. يمكن انتشر على السوشيال ميديا خبر وفاة ياسين الطفل اللي هو رقم 8 اللي كان مخطط ليه انه يموت زي اخواته ومامته نورهان وكمان جده وجدته. الولد اخذ طلقتين في قدمه وطلقه كمان كانت بجوار القلب. الولد تم اختطافه من قبل اهليه القاتل، لكن اخوال الولد هم اللي راحوا جابوه من اهليه القاتل واودعوه بالمستشفى، وده كانت حط عليه حراسه كاملة لحد دلوقتي. انتشر من صباح اليوم ان الولد ياسين ده اتوفى يا سادة. لا احنا بنأكد لحضراتكم ان اتخطف لكن اخواله قدروا ان هم يجيبوه واودعوه بالمستشفى، والولد دلوقتي في حالة صحية شبه مستقرة لانه بالعناية المركزة، واكيد هو ده اللي هيكون شاهد العيان الوحيد واللي هيحكي كل حاجة يا سادة. بالامس القريب في حدود الساعة 1 أو 2 مساء تم تشييع السبع جسامين، ما تشالوش في نحوش لكن لكل جثمان او كل حالة وفاة اتحطت في عربية ميكروباص، وكان في تجمع كبير جدا من الاهالي في منطقة الاسكندرية هنا شهدوا جنازة السبع جثث وتم دفنهم بعد ما تم استخراج تصريح بدفن السبع جثمان. وهنقول لحضراتكم او نعرض لحضراتكم دلوقتي جزء بسيط كده من الجنازة علشان لسه معانا اخبار كتيرة جدا بالصوت وبالصورة. اللي بيوجع القلوب وسبع جسامين في سبع عربيات ميكروباص تم دفنهم وخلاص هم دلوقتي في دار الحق. طب ايه الجديد تاني يا استاذ مجدي؟ اقول لحضراتكم وبالصوت وبالصورة كمان يا سادة ان ياسر اللي عنده 40 سنة اللي هو امين الشرطة بعد ما انهى حياة الثمانية اعتقادا ان كمان ان ياسين توفى، هنا الجيران كانوا سامعين الاصوات وكانوا مفكرين ان دي صواريخ او بومب بتاعة لعب الاطفال. الجيران طلعت وقالت كمان ان احنا ما سمعناش حاجة لانهم كانوا خايفين وكانوا حاطين في دماغهم ان المسدس كاتب للصوت، لكن اتضح ان الجيران يا سادة كانوا سامعين طلقات النار واعتقادا منهم ان ده لعب اطفال او صواريخ. مين اللي هيلعب قبل المغرب ب 30 طلقة يا سادة؟ زي ما عينت النيابة العامة والبحث الجنائي ان تم تفريخ 3 خزن بالمسدس الميري اللي هو مستلمه من رجال الشرطة. هنا الجيران اتكلمت وقالت على لسان خالة المتوفاة او بنت خالة الست اللي هي نورهان اللي توفت، قالت ان الجيران كانوا سامعين الضرب وطلقات النيران لكن ما فيش حد قدر انه يتداخل علشان يفض المذبحة اللي حصلت في الاسكندرية وتحديدا في الدور الثاني. تعالوا اما نشوف تأكيد هل الجيران شافوا وسمعوا ولا للأسف الجيران سمعوا وما سألوش، قالوا ده احنا بنحسبهم صواريخ، احنا بنحسبهم صواريخ، وروح اسأل ولا جار طلع. كل الكلام ده كذب، كل الكلام ده كذب، كل الكلام ده كذب. ماشي الكلام ده كله كذب، احنا اخواتها، احنا اللي بنكلمك اخواتها. انا بقول لك انا لولا اختها اللي كسرت باب الشقه عليهم
اختها قلبها اكلها، اختها ما بتروحش بيتها، اختها قلبها اكلها، ترنت عليهم كلهم محدش رد عليها. اتصلت بسماح وبنورهان وبمحمد وباحمد، رنت عليهم ما لقيتهمش رد، راحت واخده بعضيها لبست الجلباب وجرت تخبط عليهم محدش رد، تخبط محدش يرد، راحت كسره الباب عليهم، لقيت اختها مرميه وعليها ابن اختها مرمي عليها، لقيت ابن اختها مرمي عليها. مفيش الكلام اللي انت بتقوله ده كله، كل الكلام اللي بيقوله ده كله. طيب لسه معاك اخبار يا استاذ مجدي؟ ايوه يا ساده، المتهم بقتل اسرته 7 من افراده اللي هو ياسر اللي هو شغال امين شرطه، بعد ما انتهى من الجريمه بتاعته كان بيحاول الانتحار، وده كان واضح من خلال التحقيقات اللي تمت معاه، وقال ان انا كنت بعد ما هم ماتوا كنت بحاول ان انا اقطع شريان من ايديه، وده الواضح من خلال تحقيقاته. وهنقول كمان ان القاتل بعد ما انتهى من المذبحه بتاعته كان متوجه الى منطقه الفلكي، والمنطقة دي ساكن فيها أهل القاتل اللي هو ياسر اللي عنده 40 سنة، وهنا اتصل بوالدته بالتأكيد وقال لها أنا عملت 1 2 3 أنا قتلتهم كلهم وأنا جاي عليكم علشان أخلص عليكم كمان. طيب الناس قالت إن ياسر ده راح سلم نفسه في قسم الشرطة اللي هو التابع ليه، الخبر ده عالي من الصحة لأن تم يمكن رصد مكانه من خلال اللاسلكي اللي هو شايله. إحنا عارفين إن أمين شرطة بيبقى بيستلم من قسم الشرطة بتاعه جهاز لاسلكي وكمان معاه الطبنجة بتاعته، يعني ياسر ما سلمش نفسه؟ ايوه ما سلمش نفسه، لكن تم تعقبه من خلال رجال الشرطة، وهنا تم ضبطه قبل ما يروح ويقتل ابوه وامه كمان عشان يكتمل العدد 10، وكان ناوي بعد كده ينتحر. طب مسكوه ازاي؟ مسكوه من خلال التعقب جهاز اللاسلكي اللي معاه، ومن خلال ان هو بيتكلم في الهاتف المحمول، فهنا الصوت وصل لجهاز اللاسلكي وكان متبع من قبل الهيئات الخاصة بكده، وتم القبض عليه قبل ما يوصل منطقة الفلكي. تعالوا معانا اما نشوف حتة ان هو سلم نفسه ولا ما سلمش نفسه، وازاي ان هو كان بيحاول انه ينتحر، وكمان كان في عقيدته انه روح يخلص على بقية اهل اسرته هو اللي هو ابوه وامه. تعالوا ما نسمع الجزء ده ونكمل مع بعض تاني. الحكومة مسكته هو دي الحقيقة، والحكومة هو مسلمش نفسه، ده الحكومة اللي هو الحكومة اللي مسكته أساسا، وكان واخد بعضه طالع رايح على الفلكي، أمه وأبوه ساكنين في الفلكي ماشي، واتصل بيهم والحكومة جابت اللي هو اللاسلكي، كان معاه اللاسلكي عشان هو أمين شرطة ماشي، جابوه سامعين التسجيلات، جابوا التسجيلات بتاعة التليفونات، سمعوا هما بيقولوا لهم، بيقول لأمه أنا قتلتهم ياما، انا قتلتهم وجاي انت كمان، انت وابويا الدور عليكي، الدور عليكي ياما انت وابويا. ده ما عندوش رحمه، ده لازم يتحكم في يتحكم في ميدان عام، ده لازم يتعدم كده في ميدان عام بجد بجد، هي دي الحقيقه. لو عايزين تقولوا الحقيقه هي دي الحقيقه. وتعالوا معانا بقى نقول لكم على اول طلقه مين اللي خدها. اول طلقه خدتها نورهان اللي هي الزوجه يا ساده، وده كان لسيء وسمعه القاتل، لانها خلاص هي اختلفت الحياه عندها كده وما قدرتش انها تعيش معاه اكتر من كده، لان المشاكل دبت من اول يوم زواج. يمكن طردها بقميص نومها في ليله الدخله، والجيران شاهدوا بالكلام ده، وكمان اشقائها شاهدوا بالكلام ده، لكن هو اول ما راح لها كانوا صايمين وكانت بتجهز فطار المغرب، هم ماتوا كلهم صايمين، لكن هو دخل عليها المطبخ وبيقول لها انت مش هترجعي، قالت له لا وانا رفعت عليك قضيه خلع وخلاص، الحياه استحالت ما بيننا وما بين بعضنا. هنا بدا انه يسدد لها طلقات، وهنا كان الاطفال اللي داخل حجره النوم، واكيد الاب والام الكبار في السن ما قدروش ان هم يتحركوا ولا يجروا كمان، لكن هنا سدد لها بعض الطلقات في المطبخ لانها تواجدت وهي جثه مرميه على المطبخ، وكمان حضنه ابنها الصغير. شفتوا مدى الجبروت ومدى القسوه اللي في القلوب او اشد قسوه من الحجاره، لكن القاتل ما استمرش او ما اكتفاش بقتل نورهان فقط يا ساده، بل بدأ يتناول نوابل من الرصاص 3 خزنات، يعني 30 طلقة في 7 أو 6 8 أو 8 جثث يا سادة. لكن الموقف الغريب هنا إن شقيقة كان موجود اللي هو الأستاذ محمد، محمد ده أخذ لوحده نص الطلقات، يعني أخذ في حدود 16 طلقة في ظهره وطلقة في الصدر، وده كان من خلال ان هو بيحاول ان هو يحمي الاطفال الصغيرة اللي هو شقيق نورهان. يمكن واقعة لم تسطر في التاريخ الاجرامي ولم تسطر بعد كده، احنا بننشر الحلقات دي ولازم نقف ونوضح للناس
كل تفصيلة صغيرة وكبيرة في القضية للدروس المستفادة وان احنا نتعلم من اخطاء الغير. يا سادة محمد اخد 16 طلقة في ظهره، وده واضح من خلال البحث الجنائي وعدد الطلقات اللي لقوها في ارضية الشقة، 30 طلقة. يا سادة مش هنتكلم اكتر من كده في الموضوع لان لسه معانا تفاصيل كتيرة جدا عبارة عن التحقيقات والمعاينة التصويرية، وده هيكون ان شاء الله محتوانا فيما بعد، هننشر لحضراتكم جميع التفاصيل. لو حضرتك وصلت معانا لنهاية الفيديو يا ريت ما تنساش ولا تبخل علينا باللايك والاشتراك عشان القناة توصل بفضل ربنا سبحانه وتعالى للأربعين ألف مشترك، واوعى تكون حد بره المشتركين، احنا بنتشرف بوجودك معانا اخ او اخت كمان. دمتم بخير، يا معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.